الرحمة والمغفرة للعندليب الأسمر الراحل زيدان إبراهيم، تحية لجميع المبدعين في بلادي، كل ما شنف آذاننا عبر سنوات طوال، وجميل الأغنيات تم تقديمه من خلال هذه السنوات. نمضي ونتواصل معكم، ويتواصل دائما تجوال صباح الشروق وتجوال كاميرا الصباح في كل مكان في السودان، كل المدن والغرى والحلال، دائما كاميرا الصباح الشروق حاضرة يا منى. حكاوي الأمكنة، وأنا أقول أوكابام دباي ولكل أحبابنا في الشريحة، حنمشي كسلة ونشوف جمال المكان. ثلاثينات القرن الماضي كانت ضربة البداية بقيام سواقي مدينة كسلا، وكان لإنسان الشمال وبحكم خبرته المتراكمة في العمل البستاني الذي مارسه في الشمال دور كبير في تأسيسها، مستفيدا من العوامل المساعدة من ماء وتربة، فاخضرت هذه المساحة بقدومه بعد أن كانت مجرد أرض جرداء قاحلة. حاول المستعمر عند تخطيطه سواقي مدينة كسلا أن يربط المزارع أو الفلاح بأرضه، وأن يحصر جهده بين الأرض والمنزل بحيث لا يكون له مجال عمل آخر يتطلع إليه، فحرم المزارع آنذاك من التعليم. وبعد أن نال السودان استقلاله اتجه أبناء السواقي صوب التعليم بعد إحساسهم بأهميته في حياتهم، وبالتالي بدأت السواقي آخذة في التطور لتشهد على فترات تنامي التعليم، وتطورت الخدمات الاجتماعية والصحية التي شيدت معظمها بالعون الذاتي لسكان المنطقة. ارتباط إنسان الشمال بالنيل والجروف من قبل هجرته إلى هذه المنطقة سهل عليه كثيرا تعمير السواقي والتوسع في استزراع المحاصيل البستانية بمختلف أنواعها، مما جعله يرتبط أكثر بالسواقي رافضا مفارقتها. سواقي كسلا كانت عبارة عن رقعة صغيرة من الأرض المبستنة، لكنها توسعت بمرور الزمن لتمتد لأكثر من 70 كيلومترا جنوب وشمال مدينة كسلا، وتطورت أنظمة الري فيها بصورة متسارعة، ودخلتها أنواع مختلفة من الفاكهة بقصد الصادر، بعد أن كان المزارع في السابق يعتمد في إنتاجه على الاكتفاء الذاتي. كانت السواقي في بدايتها مغتصرة على قبائل الشمال، ولكن بمرور الزمن انفتح مجتمع السواقي على بقية المجتمعات، فحدث التمازج والانصهار مع بقية قبائل المنطقة، وازدادت العلاقة قرباً بالتزاوج بين قبائل شمال وشرق السودان. طبيعة منطقة السواقي وما تتمتع به من مناظر خلابة مقرون ذلك بالإبداع الذي عرف به إنسانها، جعل الشعر يجري على ألسنة الكثيرين من أبنائها، فمن الشعراء من كتب عنها وعن روعتها وجمالها وطيبة أهلها، ومنهم من كتب عن رجالها ومن صنعوا تاريخها عبر الأزمان. ولسواقي كسلا وفاكهتها قصص عند الشعراء، ومن قد كسلا مجازا وحقيقة كتب عنها الكثيرون وتغنى لها المغنون، ولا زالت سواقي كسلا تحتفظ ببريقها بين السودانيين والأصدقاء والأشقاء ممن أزعدهم الحظ بزيارتها. جينا هنا يعني لزيارة من قبل شهر العسل، وما شاء الله يعني كسلا هنا مدينة سياحية، والسواقي والكلاب والجبال احنا لو عارفين كده، عشان الخرطوم ما كان عاد ضيعنا زماننا في الخرطوم، كان جينا هنا بدري يعني كسلا، فبيجينا يعني كلام اللي سمعناه عن كسلا لقيناه يعني احلى من الكلام اللي بيقولوه هنا، لكن والله اتمتعنا هنا كسلا حاجة غير سمعناه كسلا، لكن لقينا السواقي عندنا طبعا في منطقتنا تقدم جناين مشاتل وكده، لكن ما بالصورة دي، فلقينا هنا ما شاء الله سواقي روعة وحاجة فنانة، يعني ما شاء الله رحال وحيوانات، يعني شيء طبيعة خلابة تجذب يعني. Thank you.
النشاط الثقافي بالسواقي حافل بإبداعات الشباب، ويشكل نادي الفلاح القلعة التي انطلق منها العمل الثقافي ليس في حي السواقي فحسب، بل في معظم أحياء مدينة كسلا. وشارك منتدى الفلاح الثقافي في العديد من المنافسات والاحتفالات القومية، نال على أثرها الكثير من الجوائز. وانطلق من داخل نادي الفلاح منتدى النخيل وبرنامج ظل التمر، الذي لا زال محتفظا ببريقه بين برامج الإذاعة المحلية بولاية كسلا.